مورا زعما خوت كي داير السما الامور سيارة بصح دار في المغايه العز لي كوبونس الخوت المهم كيف كتشوفوا معايا جيت تقطع هنايا يعني جيت للسوق باش تقطع هذا السوق اللي جيت ليه معنا اول مره كنجي له يعني كاين بزاف الاسواق كنمشي لهم هذا اول مره جيت ليه كتشوفوا كيف كتشوفوا معايا راه السوق هذا لي موراد اللي في عند الابواب خضر وكيف كانت المهم من بعد غادي نوريكم يعني شنو خديت وجيت معايا جوج سيكان عمر جوج سيكان وفي الوقت يعني شكاره جدا معايا في ظهري وكتشوفوا يعني هنايا كانوا الانتخابات كانوا الانتخابات هنا في بوليفيا يعني كيف كتعرفوا كانوا الانتخابات يعني وبعد هذه الانتخابات هذا شويه بحال التخربقات المشاكل الروينه العوينه كان قالوا يعني غادي يشوفوا غيكونوا مظاهرات بزاف وداك الشيء يعني الانسان ملي كيكون في واحد البلاد وعارف غادي يكونوا مظاهرات يعني تيتقضى يعني تتقضى يعني بالزيت باش يعني يكون عنده في الدار ما كتعرفش شنو كتجيب ربما غتنوض تبقى نايضه فيهم شهر في المايا ولا شهرين يعني اقل بعدا لا ناض شهر ولا شهر ولا كيف ما بغات تكون يعني عندك نتايا باش تعيش في دارك هاني ومهني يعني يعني كتبنا الفيديو شكون الدراري ان شاء الله يكون وصلت ان شاء الله باذن الله غادي نوريكم يعني شنو خديت شنو شريت وشحال باش وشحال باش خديت كامل هادشي تحيه لكم والله يحفظكم يا مرحبا ما تخافوش تحيه للخوت كي دايرين صافا الامور حتى هي شفتوا معايا يعني كملة تاع الفيديو رحت للسوق تقضيت يعني ماشي تقضيت على حسب يعني نقولوا حيت يعني كاين انتخابات هنايا وانا عارف بلي كتكون انتخابات كتخرج الدعوة وتيكونوا بكم مظاهرات وتيكونوا يعني الانسان خصو يكون عنده الدار وشي المهم الحمد لله عندي في الدار يعني بلا ما يعني بلا ما نمشي نتقضى عندي هنايا عندي كلشي ولكن قلت احسن حاجة يمشي بلا ما يزيد يتقضى ما كنعرفش وقت شنو كتجي يعني وغادي نحاول نوريكم شنو تقضيت وغادي نقول لكم الثمن باش تقضي داكشي وربما الناس غيقولوا ثمن خيالي ما عليناش ما عليناش ما عليناش والله الا تحل بالله
هذه مخليت الفيديو ما قطعت هذه القطعه هذه بك او طاح العكس غادي يجمعهم من بعد وغنجمعهم. المهم كيف كتشوفوا معايا جوج كيلو تاع العدس تكبوا لك اللويا معايا العطريه هذا كما كيف كتشوفوا معايا معايا التحميره جبت معايا ديك التصفيره وجبت معايا سيدي ثلاثة تاع مطيشة كاين الحكوك تاع مطيشة هذا صلصق آخر جوج كيلو تاع مطيشة جوج كيلو تاع مطيشة جدا شوية قاصحة كاين هذيك الحمراء لا قلتها تقصر بزربة جد شوية قاصحة جبت معايا الفلفلة سمعوا الثمن في الاخر تاع الفيديو جبت معايا لافوكا ثلاثة غنقول لكم الثمن تاع لافوكا باش تزيد ثلاثة حبة ماشي هذه ماشي وقتها هذه ماشي وقتها ماشي وقتها وغنقول الثمن باش واخدها ثلاثة واخدهم ثمانية قرب حتى ثمانية درهم واش واخدهم ثلاثة هذه ماشي وقتها الغريب في الامر في اخر فيديو تسنى في اخر فيديو بوك الثمن باش تنسى الشيء كامل غتقول خيالي غتقول ما غاكينش داك الشيء جنة يعني اللحم الكفته هذه الكفته جوج كيلو المهم هذوك اللي كومونتا ليا واش حلال ولا حرام راه حلال بلا ما تكومونت ها هو كيلو تاع الكفته ها هو كيلو اخر جوج كيلو تاع الكفته كيلو هنا وكيلو هنايا والكفته نقولكم الثمن تاعها خمسين بحال كي خمسين درهم باش واخده جوج كيلو خمسين خمسة وعشرين وغيك راه جوج كيلو المهم هذا والله ياسر شنو يقولو بالعربية داك إيكادو والله يعني ما عرفتش شنو يقولو بالعربية نسيتو كاع فلت ما عليناش صبر مازال الخير جبت معايا جوج كيلو تاع الدجاج يا لي كولوني تقول لي واش حلال ولا حرام حلال بلا ما تكومونتي ولو نحسبو حرام حلال هذا راسي هذا جوج كيلو كيلو هنايا وكيلو هنايا كيلو وكيلو جوج كيلو تاع الدجاج كيف نقول لكم تسنى الغريب في الامر يعني ما تسمع الثمن ما تصدقش معايا ويسو يعني الحل ماشي تويسو يعني ماشي تويسو يعني جبتك يا سي بولاد كوستية جبتها يعني ذاك تاع الحول ولا الذكرى ولا الكوستية اللي هنايا هو اللي جبتها هنايا جبت فيه كيلو ونص اللي جبت فيه كوستية كيلو ونص فيها مازال كريس صغار وجد ويسو العظم يعني تيقول هنا ويسو يعني العظم هذا الحين كيديرو مع الصوفة تاعهم الحيرة جبت فيها كيلو أو ما هذا العظم يعني العظم فيه اللحم يقول هنا ويسو ولكن راه ويسو بالنسبة لهم هما راه ويسو ولكن بالنسبة للإفريقية تقول شي واحد ويسو غيضحك عليك هذا راه يعني العظم كيديرو الصوفة عندهم الحيرة ولكن العظومات يعني تيجي مثلا اللحم على العظم كيتقطع ديك اللعبة ديالها عرفتي كيلو ما عليناش جبت اللوبيا الخضراء جوج كيلو تاع اللوبيا فهمتي كيلو تاع اللوبيا الخضراء كيحطو فيها بزاف هنا كيلو هنا كيلو جبت معايا كيلو تاع الجبنة وجبت معايا
راس تاع الثومة وجدت معايا باربعة، هذيك الباربعة هي هذي 6 كيلو الباربعة تاع كيلو، جبت معايا 2 كيلو تاع البصل، 2 كيلو تاع البصل، وجدت معايا 2 كيلو نتاع البطاطا ياكو العنب. الصاك الثاني تساوى مازال 2 ملات، 2 ملات جبت معايا الخبز يعني بان فرانسيس، بان فرانسيس يعني الخبز جبتو معايا كيف كتشوفو معايا، كاين شي 12 حبة غير في الأمر تسنى باش تسمع لي تماما وغادي نقول راه واقيلا هدا تيبو شي حاجة مكيناش. جبت معايا واحد اللحة صغيرة، علاش؟ على حسب الثقل، ولكن كتنطم حلوة تاكولا ولا الدلاع، الدلاع عارفين الحلو وعارفين الحرام. هو هذا بالله على حسب الدخل باش صغيره. هنايا جبت معايا البانه، البانه الدراري جبتو معايا سير خويا ماشي تصنيعها، البانه جبتو معايا، جيت معايا الدراري يعني 5 دراهم تاع البانه، 5 دراهم وراه 5 دراهم على حسب شحال الحبه، دوسين عندهم 100، هاد البانه جبتو ب5 دراهم، جوج شنو نقولوش هذا الكيلو بالحساب بلاتي 12 حبة كاين جوج 4 6 8 10 12 5 دراهم، 5 دراهم وجدت معايا وأخيرا جيب هذا الحليب باش ندير العواصف بالبنان والعواصف بالافوكا والعلامة، يعني جبت الحليب غنشوفو واش كا ولا ما كا، غادي نشوفو معايا غادي نحاول نركب بالكاميرا يعني نقرب لكم واحد شوية، نقرب لكم واحد شوية الدراري باش يعني الانسان يقول ها نتوما ها اللي واخد مول الحريشة تعمر الكريشه، انا ما بغيت كلاس خليت لهم ديك العيشه، عرفوا يعني دابا لا يعني ما قدرتش نقول لك الثمن باش خديت، علاش الثمن باش خديت ما قدرتش نقولو كاع باش نقول الثمن ما قدرتش نقولو، عرفتي حشمت نقولو يا صاحبي هادشي كامل، حشمت باش نقول باش خديت. غاتصور معايا شفت اكبر طريق الله كامل، شهر ولا كثر في الزباله، راه ما كاينش الفيك، راه ما كاينش نقول حنا 200
غنقول لها سدي 270 درهم تقريبا بحال هذا الشيء هذا، بغيت جدا الخير هذو كاملين جدهم في السويقه كنحييكم كاملين الدراري. المهم اللي عجبو الفيديو مينساش يحط لي واحد اللايك ويحط شي كومونتير زوين ويبارطاجي. الناس اللي عايشه في بوليفيا ربما غتفهمني وغتعرف الواقع وغتعرف علاش كندوز، الناس اللي عايشه في دول اخرى ربما ما غاديش نقول لهم هذه الهضره هذه ما غادي تفهمها غلطه وما غادي يعرف شنو كنقصد، حيت مين كنقول لك انا هذا الشيء خديته بهذا الثمن هذا الناس اللي دازت بوليفيا غادي تعرف يعني شنو واش كنقول الواقع ولا لا. والناس اللي عايشه في بوليفيا عندي فان اللي عايشين في بوليفيا كيشوفوا لي التوعي، ربما كنتمنى يعني كومونتو على هذا الفيديو هذا، هما اللي عارفين يعني الواقع تاع العيشه شحال اللي كيتسوى وشحال وهذا الشيء كامل جبت الدراري. علاش كتبت هذا الشيء؟ حيت يعني غيكونوا مظاهرات هنا في بوليفيا على هذا الشيء كامل، باش تلقى مظاهرات يعني الانسان ما يخصو حتى حاجه. والحمد لله مازال عندي حوايج كاع خرج عندي كلشي هنايا، ولكن قلت ربما غادي يشري الانسان ما كتعرفش الوقت شنو كاتجي. والله يحفظكم ليا، تحياتي العز.